بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ياسر فنجري من مصر. انا مع مقوله ان روسيا دمرت سوريا، وذلك بسبب ان روسيا قامت بعده هجمات على سوريا، من ضمنها ان هي دمرت تقريبا كافه المناطق في سوريا، وذلك بسبب ان روسيا بتعمل على ان هي تقيم كل يوم تقريبا مؤتمرات وتهدف الى الحلول السياسية، بالرغم انها على الشق الاخر انها بتقوم بهجمات كل يوم، مما ادى الى تهجير عدد كبير من المواطنين السوريين، تقريبا حوالي 11 مليون مواطن تم تهجيرهم. بالاضافة الى ذلك الا انه تم مقتل حوالي نصف مليون، وذلك تبقى الاحصائيات الاخيرة، واحتمال كمان يكون اكتر من كده، وده في ظل غياب المجتمع الدولي، ان كل المجتمع الدولي لا ينظر الى سوريا بعين الرحمه، انما ينظر الى روسيا على انها القوه العظمى في العالم، فينظر الى الاطفال الذين يشردون كل يوم او السيدات والشيوخ. فانا اؤيد ان روسيا قامت بعده هجمات على سوريا، مما ادى الى انتهاء تقريبا سوريا تماما، وفي وقت قريب لن نجد سوريا على الخريطه.